مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الكنيسة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الضيق. الضيق اللي بيمر بيه كل شخص، في ألم، في مرض، في تعب، في تجربة صعبة، كل دي أزمنة ضيق بيمر بيها كل واحد فينا، ولكن بتختلف طريقة تعامل كل واحد عن الآخر في هذا الضيق. في آية مشهورة جدا كلنا حافظينها كويس جدا، اللي هي في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يا ترى هل احنا عايشين بالآية ديت ولا حافظينها وبنرددها من غير ما نعيش حياتنا بالآية دي؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان الله في أزمنة الضيق وأزمنة الفرج. بيشرفنا في حلقة النهاردة وتسابونا القمص يوسف تدرس الحومي، كاهن دير قزمان ودميان. مساء الخير يا أتسابونا. مساء النور، أهلا بيك بالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا أتسابونا. زي ما اتكلمنا في حلقة النهاردة هتكون على أزمنة الضيق وأزمنة الفرج، وكيف كان يتعامل الله مع أولاده في هذه الأزمنة. إزاي الكتاب المقدس كلمنا عن أزمنة الضيق كتير جدا، وإزاي المسيح واللي بيمسك في ربنا وعلاقته بتبقى علاقة حية مع المسيح بيطلع من هذا الزمن الضيق أو زمن التجربة إلى زمن فرج. ففي البداية أتسابونا، يمكن من أكتر القصص الشهيرة في الكتاب المقدس قصة يوسف الصديق، وإزاي قضى حياته وسنين طويلة جدا في ضيق وفي مهانة وفي عبودية، رغم أنه كان ابن عز، وفي الآخر ربنا كرمه وطلعه من هذه الضيقة إلى أزمنة فرج. وشفنا إزاي يوسف كان عظيم في آخر أيامه. هي دي تحويل أو يد الله في أزمنة الضيق وأزمنة الفرج. فنسمع من قدسك قصة يوسف. وما أحوجنا أن احنا كلنا نتعلم من دروس الكتاب المقدس دي أول حاجة يعني. ومن أفضل الدروس فعلا هي الدرس اللي مر به القديس يوسف الصديق. لعل يوسف كمثال هنتكلم عليه دلوقتي معروف لنا كلنا ومعروف القصص بتاعته، عشان لا داعي لتكرارها، ولكن عايزين نعرف إيه الضيق اللي كان في حياته، وإزاي ربنا حول هذا الضيق إلى فرح وإلى فرج في نفس الوقت. لعل المدة اللي قضاها يوسف في الضيق كانت حوالي 13 سنة. تمام. يعني احنا لما قرينا قصته في الكتاب المقدس هو اتباع كعبد وهو في سن 17 سنة تقريبا. وبيذكر سفر التكوين في تكوين 41 انه جلس على عرش مصر في سن 30 تقريبا. فنحسب المدة من ساعة ما اتباع لحد ما قعد على عرش مصر كانت 13 سنة من الضيق المتواصل. جايز عند البعض انها كتيرة شوية، جايز انها طولت شوية، لكن لما تحسب نفس المدة اللي قضاها بقى في الفرج وفي الفرح تلاقيها 80 سنة. لانه بيذكر الكتاب المقدس انه لما تنيح كان عنده 110 سنة. وكان جالس على كرسي الحكم في مصر، كان رجل الثاني بعد فرعون في سن 30. من 30 ل 110 ادي 80 سنة. يبقى لو قسنا 13 بال 80 هليهم لا شيء. لكن رغم كده برضو الانسان لما يكون في الضيقة بيحس انه الضيق حواليه من كل ناحية، وانه مشكلته وهي اكبر مشكلة. تعالوا نشوف كم ضيقة تقريبا مر بيها يوسف. لعل اول ضيقة هي حسد اخواته لي. الحسد اللي جه من اخواته لما كانوا بيقولوا عليه صاحب الأحلام، ولما ربنا كشف له إن إزاي إخواته هيسجدوا له وإن إزاي هيكون عظيم في يوم الأيام، وده كان بإعلان إلهي، يعني هو نفسه ما كانش بيتكلم من نفسه أكيد. ولكن الشيطان ممكن يحول البركات اللي ربنا يعلنها دي إلى حسد وقتي، لكن في النهاية تكون يد الله هي اللي بترتفع. فدي أول حتة، يعني أعداء الإنسان أهل بيته زي ما قال الكتاب. فخرجت أول ضيقة من أهل بيته اللي هم إخواته. الضيقة الثانية إن هم إزاي رموه في جب، يعني بير بلا ماء. كلمة جب هنا معناها بير مية فارغ. وطبعا كان رأوبين أخوه هنا ليه دور كبير في الحتة دي، إنه بدل ما يقتلوه قال لهم لا ارموه. وكان في نية رأوبين إن هو يخلصه من إيديهم ويرجعه، ولكن كانت الأحداث مشيت أسرع من كده، لأن الله كان ليه قصد تاني، أنه خلوا رأوبين بعيد ولقوا قافلة من قوافل الإسماعيليين.
وعايزين نقف شوية هنا عند كلمة قوافل الإسماعيليين. دي قوافل من بني إسماعيل، إسماعيل ابن أبونا إبراهيم. يبدو أنها كانت بتشتغل في التجارة وكانت بتسير في الصحاري، لأن واضح أن إسماعيل ونسله سكنوا الصحاري وكانوا بركبوا الجمال. فكانت قافلة معدية في هذا الوقت، فباعوا ليها يوسف كعبد. يعني شوف بقى أخوهم اللي قاعد في العز واللي قاعد كمدلل في بيت أبيه، وأبوه كان بيجيب له القميص الملون وكان بيعامله أحسن معاملة، إخواته يروحوا يشتغلوا وهو قاعد في البيت، وطبعا كان رايح يفتقد سلامة إخواته، يعني كان رايح يسأل عليهم، كان رايح برضه لأجل الخير. ويمكن الكتاب المقدس يتسابونا هنا بيحاول يبين لنا مدى العز ومدى التدليل اللي كان عايش في يوسف، عشان لما يجي يشرح لنا أزمنة الضيق اللي هو مر بيها نحس بمشاعر يوسف كانت عاملة إزاي. يعني يوسف ما هوش كان ولد عادي أو طفل عادي، لا ده كان مدلل وكان أحسن إخواته بيلبس ثياب ملون. فده يمكن بيمهد لأن احنا نعمل مواجدة مع يوسف أو نحس بشعوره ومشاعره كانت إيه في وقت الضيق. لا وفي نفس الوقت كمان ربنا عايز يعمل موازنة في حياته. يعني زي ما هو ده العز وده التدليل، برضو كان لازم يدوق الذل والعبودية عشان يعرف طعم الحياة بكل أطيافها وكل ألوانها. وده هتلاقي ربنا عامله مع ناس كتير من أنبيائه في العهد القديم أو في العهد الجديد، أن ربنا يعني خلاهم يدوقوا ده ويدوقوا ده، بحيث أن النفسية تبقى متوازنة وأن خبرات الحياة تبقى سوية، وأنه في نفس الوقت يبين أنه إزاي هو اللي في الضيق هو نفسه اللي في العز وفي التدليل. مع اختلاف حاجة يتسوي، أنه هو لما كان في العز ما سمعناش أنه هو كان رجل ناجحا. احنا سمعنا أن يوسف كان رجل ناجح لما اتعرض لضغط أو اتعرض لاضطهاد أو لعبودية، هنا عرفنا أن يوسف كان رجلا ناجحا، لكن هو في بيت أبوه ما كانش رجلا ناجحا، كان طفل زي أي طفل. زي كان في تأمل مرة قريته أن هو عامل زي إزازة الطيب كثيرة السمن، وهو في بيت والده كانت مقفول عليها ومحدش شايفها. لما اتكسرت بالعبودية طلعت الريحة في بيت فطفار. فيمكن ده برضو اختلاف عن يوسف لما كان في بيت والده ولما كان في منزل بالضبط حضرتك اللي بتقوله. بس أنا يعني لسه يمكن بستعرض في الأول أزمنة الضيق، يعني نقول الأزمنة بتاع الضيق كام زمن مر به يوسف، وبعدين في الآخر لما نوصل لأزمنة الفرج هتحس فعلا أن رائحة الطيب دي هي بدأت تفوح، وده كان قصد ربنا من كل الأزمنة دي. فإحنا وصلنا لنقطة بيعه كعبد، ودي الحاجة التالتة في حياته اللي كانت يعني من التجارب الصعبة من أزمنة الضيق. النقطة الرابعة خدمته كعبد في قلب بيت فرعون أو بيت فوطيفار اللي كان الرجل الحارس لفرعون ورئيس الشرط، يعني زي وزير الداخلية النهاردة. وإزاي أن ربنا برضو هنا استغل حتى الضيقة اللي هو كان فيها يوسف أنه بارك في بيت فرعون. حتى في سفر التكوين صح 39 بيقول لنا أن ربنا بارك لبيت فرعون في كل شيء، في الحقل وفي البيت، حتى أنه الراجل فوطيفار نفسه ساب كل حاجة في إيد يوسف العبد. وفي الوقت ده كان يوسف احنا بنقول لسه سنه 17-18 سنة، كون ان هو يقود بيت بهذه الصفة وتيجي البركة بهذه الصفة، ده معناه ان ايد ربنا ما سابتوش حتى في أزمنة الضيق. اكيد الضيقة الخامسة اللي بعد كده اتهامه في من امرأة فوطيفار بهذا الفعل اللي اتهمته به ودخوله السجن. وهنا بقى دي يمكن الكاتل أصعب على نفسيته، قوله هو في العالم هو كان بيتحرك بيروح بيقابل الناس، لكن كونه أنه هو يخش السجن ومظلوم ويقعد حوالي تقريبا يعني 3 سنين أو أكتر في هذه الفترة، دي كانت أصعب فترة في حياته. وهنا نشوف أنه في نقطة مضيئة في حياة يوسف، أنه لم يتذمر على الإطلاق في طوال 13 سنة اللي مر بيهم الضيق. ودي نقطة تعلمنا حاجة، ان احنا ما نتزمرش في أزمنة الضيق، وما نتزمرش لحد ما نشوف النتيجة النهائية ربنا بيعمل ايه، لان الله بيجعل ان كل الاشياء في النهاية تعمل معا للخير وحددها للذين يحبون الله. فمن محبتنا لربنا ما نثق فيه ونسيب له كل الامور، هنشوف في النهاية ان كل الاشياء تعمل معا للخير. الحاجة التانية انه لو كان يوسف ممرش بكل أزمنة الضيق كان إيه اللي حصل له؟
كان فضل راعي غنم طول عمره، كانش وصل إلى هذه الدرجة العالية السامية في حكم مصر، وأنه ينقذ العالم كله القديم المعروف في هذا الوقت من 7 سنين المجاعة. ولكن يتسابونا فيه برضو يعني في ناس كتيرة بساعات تفكر اللي احتمل كده هو يوسف. احنا بقدرتنا وطبيعتنا البشرية النهاردة وما نقدرش نحتمل 13 سنة من الضيق، يعني هي برضو كان احتماله فوق مستوانا. هو كون ان يوسف اخد 13 سنة مش معنى كده ان ده استاندر ثابت لكل واحد. ربنا بيسمح بالتجربة لكل واحد حسب احتماله، وده اللي قالها في الكتاب المقدس: لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، ويعطي مع التجربة المنفذ. يعني نفس التجربة لما الله بيسمح بيها أو الضيقة أو أزمنة الضيق بيبقى فيها منفذ من نفسها، بس الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لازم نشوف فكر ربنا إيه واللي ربنا عايزه في حياتنا إيه، وده اللي حصل مع يوسف، إنه في النهاية كان بيعده بطريقة معينة فوق فكر البشر وفوق فكر يوسف نفسه لحد ما وصل للدرجة دي. بس أنا يعني هسترجع تاني حتة التذمر وحتة الاحتمال، وأقول كمان إنه لم يرفع صوته بالصلاة إلى الله لكي ينقذه من هذه التجربة. دي نقطة مهمة جدا. لو إحنا قرينا في كل الإصحاحات اللي جت في سفر التكوين عن يوسف إنه ما قالش يا ربي أنا مظلوم ارفع عني الظلم، لا. ليه؟ لأنه كان في قرارة نفسه وعارف إن كل ده للخير. وربما يكون يوسف كان مسلم الأمر لربنا وقال له تاكل مشيئتك، وربما كان في ذهنه إنه المر الذي يختاره لي الرب أفضل من الحلو الذي أختاره لنفسي. يعني أحيانا ربنا بيبقى شايف حاجة معينة بطريقة معينة في نهايتها حلوة للإنسان. الإنسان بيشوف في بدايتها أنها فيها مرار بيبص تحت رجليه بس، لكن ما بيستناش لما ربنا يظهر له إيه اللي ورا المرار، ما تكتمل الصورة. لما تكتمل الصورة، وده اللي قاله البطرس، قال له أنت لست بفاهم الآن ما أنا فاعل، ولكنك ستفهم فيما بعد. وفي كل الأحداث اللي مرت في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة ربنا كان بيخرج من الجافي حلو. وده اللي ربنا بيعلمه لنا دايما. يعني نفهم من كده يتسابونا أن أي ضيقة الإنسان بيمر بيها أيا كان شكلها هي في النهاية لخير الإنسان. طبعا. ولكن مش ممكن ربنا يسمح بضيقة، يعني مش قادر أقول ما يكونش لخير الإنسان، لكن في بعض الأحيان لا بنشوف ربنا كده. قال كل الأشياء، كلمة كل هنا ما ادهاش استثناءات، كلمة كل الأشياء تعمل مع للخير، يعني ده كلام ربنا قال كل حاجة. بس إذا الإنسان ما تزمرش واحتمل، لأن التذمر يضيع البركات، التذمر يضيع البركات. ما تنساش انه لما تذمر بني اسرائيل في برية سينا ضربهم الله بالحياة والعقارب. فالتذمر هنا بيضيع البركات، لكن لو احتملوا كان دخلوا ارض الموعد. فهنا التذمر بيضيع بركات كتيرة. شوف مثلا واحد زي ايوب لو ما احتملش التجربة بصبر ما كانش ربنا عوض عليه بالضعفين عن كل ما فقده في ممتلكاته وفي اولاده وما الى ذلك. لكن لو تذمر كان ضيع كل البركات دي، وكانت فضلت برضو التجربة بقية زي ما هي. طب ازاي نحفظ نفسنا يا ابونا من التذمر؟ الانسان يبقى شاكر في اعماق نفسه، يبقى جواه رضا، يبقى حاسس ان ايد الله هي اللي بتعمل وليس فكره البشري، لان الاتكال على الرب افضل من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب افضل من الرجاء بالرؤساء. دايما يبقى الانسان شايف ان ايد ربنا القوية. احنا من ضمن الصفات اللي بنديها لربنا الضابط الكل. ما معنى الضابط الكل؟ يعني اللي ماسك كل الامور بيضبطها حسب مشيئته وحسب ارادته. ليه احنا بندي ربنا اللقب وننسى مفعوله؟ احنا لازم نعيش بهذا المفعول ان ربنا هو اللي ماسك كل الامور. ده حتى في كل الامور في الحياة، حتى في امور الحكم. في سفر الامثال يقول لك ان قلب الملك في يد الرب، إن شاء يميله يمنى يعني للخير، وإن شاء يميله يسرى يعني للشر، حسب ما ربنا عايز. وكل الأشياء تعمل مع للخير. فالله هو الضابط الكل، هو اللي بيسمح وبيمنع وبيدي الإنسان على حسب احتماله. بس إحنا علينا أن إحنا نتقبل بشكر ونصبر إلى المنتهى لكي ما نرى الخلاص الذي أعده الله في مثل هذه الأمور. في جزئية على الاتكال على ذراع بشر، يمكن في برضه في قصة يوسف
لما يوسف كان في السجن وطلب من رئيس السقاة انه لما يطلع من السجن يفتكره قدام فرعون ويطلب له ان هو يطلع، ورئيس السقاة نسي، قعد سنتين زيادة عليهم في السجن. دي نقطة جميلة جدا اللي انت اثرتها، ان لما احيانا بنعتمد على الفكر البشري ايد الله بتترفع. فلما اعتمد يوسف على رئيس السقاة وقال له اذكرني عند فرعون لما تطلع من هنا، كانت النتيجة ان ربنا قال طيب خلاص، وبيعتمد على فكره، خلي فكره يوصله. ايه النتيجة؟ النتيجة ان قعد سنتين في السجن تاني بعد هذا الامر. لكن لما رجع قلب يوسف كاملا مع الله واعتمد كلية على الله، ربنا ساعتها ادى الحلم او الحلمين المتتاليين لفرعون، وساعتها نبه رئيس السقاة على ان في واحد يقدر يقول ما معنى هذه الاحلام وما معنى تفسيرها وإيه الأزمنة اللي هي بتقود ليها. وكانت النتيجة أنه طلع من السجن ساعتها. ليه؟ لأن هنا في اعتماد على الله مش اعتماد على البشر. فالفكر البشري دايما يغرق ويأخر، ودي نصيحتي للناس، أنا عايز أقول لهم دايما خلي اتكالكم على ربنا. الاتكال على الفكر البشري يغرق الإنسان ويخلي إيد الله ترتفع، لأن ربنا يقول إيه؟ بيعتمد على نفسهم، خلاص خلي فكرهم يوصلهم للي هم عايزينه. توصف النهاية انه ما بيوصلش الفكر البشري لأي حاجة. وعشان كده قال ايه؟ ملعون من يتكل على ذراع بشر. طبعا هي صعبة قوي ان ربنا يلعن الانسان لما يتكل على ذراع بشر، ولكن يطلب معونة الهية ويتكل على الله، ساعتها الله هيديله الفكر البناء، هيديله الخطوات البناء، هيديله المخرج من المشكلة، هيديله ازاي يفكر بطريقة منطقية، وازاي هو يفتح له كل الابواب قدامه. تمام، أنهي قصة يوسف بمقولة لقديس يوحنا ذهبي الفم، حابب أن أنا أراها زي ما هي. بيقول هكذا هي طرق الله في التدبير، إن الأمور التي تضرنا هي بعينها التي تنفعنا. هذا ما حدث مع يوسف، فقد أرادت سيدة أن تحطمه، وبدت بالحقيقة تصارع معه لتحطمه، لكنها فيما هي تفعل ذلك كان عملها يدخل به إلى الأمان. فهنا يوحنا ذهبي الفم حتى بيقول لنا انه اللي شايفينه ضرر لينا ممكن يكون هو ده الامان بتاعنا، نفس هو ده الخلاص بتاعنا. اللي كانت هتحطمه هي نفسها اللي رفعته، او كانت احدى الدرجات اللي رفعته فيما بعد. بالظبط. بعد ما سمعنا قصه يوسف اعزائي المشاهدين، نخرج نشوف كلمه القداسة البابا عن ازمنه الضيق، ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا. الفرح في الضيقة هو تعليم كتابي، لأن الكتاب المقدس بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة لعدة أسباب. الضيق بتسبب للإنسان فضائل معينة هنتكلم عليها، والضيقة تسبب للإنسان بركات وأكاليل نتكلم عليها برضه. عشان كده بولس الرسول بيقول لذلك أسر بالضيقات والضعفات، لأني فيما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. يعني لما تهجم علي الضيقات وربنا ينقذني منها يديني قوة من عنده أنتصر بها عليها. والسيد المسيح علمنا هذا، قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقال من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. جايز ينكر ذاته تضايقه، وجايز يحمل صليبه تضايقه، لكن هنشوف. أول فرح في الضيقة إنك ترى فيها معونة الله واضحة. يعني أنت ما بتشوفش معونة ربنا وأنت في حياة اللهو والفرح والحاجات دي، لكن تشوف ايد ربنا في حياة الضيقة. واحنا ايضا ككنيسة
شفنا ايد ربنا واضحة جدا في كثير من الضيقات التي حاط بنا، لان حينما يعجز الانسان عن العمل عندئذ يعمل الله وبقوة. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبعد ما شفنا كلمة قداسة البابا عن الضيقات في حياة الإنسان وإزاي الواحد يقدر يعدي المرحلة دي بتمسكه بالكتاب المقدس وبتعليم الكتاب المقدس، نرجع لقصة تانية وهي قصة شعب بني إسرائيل. قصة شعب بني إسرائيل مليانة بالضيقات. شعب بني إسرائيل قعد في مصر مستعبد عند فرعون سنين طويلة جدا، وربنا طلعهم على يد موسى اللي تربى في بيت فرعون. عايزين نعرف من قدسك ايه أزمنة الضيق وأزمنة الفرج عند شعب بني إسرائيل. معروف ان بني إسرائيل دخلوا مصر في أيام يوسف، في أيام حكم يوسف لما كان الرجل الثاني بعد فرعون. تمام. ودخل أبوه يعقوب وإخواته وأولادهم وأحفادهم ونساء، تقريبا زي ما بقول لنا سفر الخروج كان حوالي 70 فرد، والمدة اللي قضوها في مصر كانت 430 سنة زي عبودية بيحددها لنا الكتاب المقدس. أغلبيتها كان في العبودية. أغلبيتها كانت عبودية. ليه بقى؟ لأنه أول ما بيبتدي سفر الخروج بيكلمنا عن أنه خافوا أن بني إسرائيل يكبروا ويبقوا أمة عظيمة ويتحالفوا مع الأعداء، فكانت النتيجة أنه قام مالك ما يعرفش يوسف ولا اللي عمله يوسف، فأقام رؤساء تسخير على الشعب. يعني عمل رؤساء بالذات أنه هم يزلوا الشعب ويتعبوه، وكان شغلوهم في عمل الطوب اللبن، وده كان يعني مهنة مشهورة كانت وما زالت موجودة لحد النهاردة في مصر، من الطمية اللي كانت بتيجي مع النيل كانوا بيستغلوها في عمل قوالب الطوب. وحتى ان الكتاب المقدس بيذكر لنا ان هم بنوا مدينتين بالصخرة، هم فيسوم ورعمسيس. الكلام ده موجود في سفر الخروج اصحاح 1. ولكن يقول بحسبما أزلوهم هكذا نموا وامتدوا. شوف بقى الضيقة اللي بتولد الفرج بقى في النهاية. يعني كان كل ما يزلوهم كان ربنا بيخلوهم ينمو وبركاتهم تنمو وكل أمورهم تنمو للخير دايما. فأنا ما نفعتش الطريقة دي، فقال نجرب طريقة تانية، ودي طريقة كلنا عارفينها، إنه أمر برمي كل طفل ذكر من بني إسرائيل في مية النيل، وجاب القابلتين أو يعني بالبلدي كده الدايات اللي بيولدوا الستات بتوع بني إسرائيل، وقال لهم كده كل بنت احيوها خلوها، ولكن كل ذكر موتوه. وكانوا بيموتوا الذكر قبل ما حد يشوفه، يعني مجرد في لحظة ولادته كانوا المفروض ان هم يموتوه. ما احنا هنا ده المفروض النظري أو الأمر النظري اللي خرج من عند الحاكم، ولكن إرادة الله كان غير كده. إرادة الله إنه يدي نعمة للقابلتين دول، وإنه ضميرهم يبقى حي ويرفضوا تنفيذ هذا الأمر، لدرجة لما جابهم فرعون وشدد عليهم قالوا له نساء العبرانيات قويات فبيولدوا من غير مساعدتنا، فبالتالي ما نقدرش بعد أولادنا نقول لهم هاتوا أولادكم نموتوا. ولكن برضو كان الأمر ساري، حتى إنه الشخص اللي ربنا اختاره لقيادة بني إسرائيل حب ربنا يخليه ويحافظ على حياته ويتربى في بيت اللي أمر بقتله، وهو موسى النبي. حتى أن اسم موسى اسم مصري قديم معناه المنتشل من الماء أو ابن الماء. ده كان ربنا بيوعده لهذه المهمة. أكيد طبعا، ما احنا بنقول الضيق يطلع منه إيه؟ فرج. وزي ما ربنا بيخلي الأمر نفسه اللي صادر في نظر الناس انه ضيقه، لا ربنا بيخليها انه بيبقى فرح وفرج فيما بعد. فحتى خلى موسى النبي يتربى ببيته ويتهذب بكل حكمه المصريين، يعني يتعلم كل العلوم الدنيويه المتاحه للمصريين في هذا الوقت. وحتى في حياه موسى لما عيشوا 40 سنة في قصر فرعون، وده العز والدلع وكل حاجه حلوه، قال له لا تعالى بقى أنا هوريك الجانب الآخر من الحياة، هوريك قسوة الطبيعة وشظف العيش، وإزاي تتعامل بقى أنك تنام على الأرض
وتتعامل مع الرمال وتتعامل مع الصحراء ومع إلى ذلك. فنفس المدة اللي قضاها موسى النبي في أسر فرعون كانت 40 سنة، قضى زيها 40 سنة في جبال سيناء. يمكن دي أبونا يعني لو حبينا نربط بين القصة اللي قلناها عن يوسف إن هو ابتدى حياته بالتدليل في بيت أبوه، وبعد كده راح مصر بيع كعبد، وبعد كده بقى أصبح الرجل الثاني في المملكة. إعداد الله. إعداد الله إن هو الأول إداله كل المحبة وكل الدلع اللي ممكن ياخده، بعد كده بدأ يشكله بطريقة أخرى أو يعده بطريقة أخرى عشان يصبح رجل عظيم. اللي حصل مع يوسف هو اللي حصل مع موسى. بالضبط. وعشان الشخصية تبقى سوية دقت كل صنوف الحياة ومراحلها، كل التعب وكل العز، يبقى حتى لما يجي يتكلم بعد كده أو يقود الشعب يبقى فاهم كل حاجة. لكن لو قعد في بقه معلقة ذهب زي ما بيقوله ما يقدرش يحس بالفقير أو بالعريان أو بالراعي الغنم اللي في الجبال وما إلى ذلك. ربنا كان ليه حكمة معينة في الإعداد نفسه. نرجع نشوف برضو حتة المتاعب اللي كانت في بني إسرائيل. خروجهم ما كانش بالسهل، كانت بعد مناوشات ومناورات كتير. وبعدين ماذا كانت النتيجة؟ إيد الله تتدخل بالضربات العشر، حتى إنه فرعون اللي كان عمال يعمل مناورات ما قدرش، حتى إنه لما جاب الصحراء يعملوا زي موسى النبي جم بعد الضربة الرابعة وقالوا لا، هذا أصبع الله. بعد كده حسوا أن في قوة أقوى منهم وأكبر منهم ما يقدروش يتغلبوا عليها، فكانت يد الله القوية ظهرة فوق عمل البشر، حتى ولو هاج البشر ولو هاج الحاكم، لكن في النهاية إيد الله كانت اللي بتتدبر الأمور في النهاية لخروجهم من أرض مصر. وخرجوا. تعالوا شوف برضو إيد ربنا معاهم. أول نقطة قبلتهم إزاي يعدوا البحر وجيش فرعون وراهم. نظريا بالفكر البشري ملهاش حل، ولا كان وقتها الهندسة تقدر تعمل لهم كباري يعدوا عليها، ولحد النهاردة ما عندناش كباري بالوسع ده كله. يمكن قدس البابا شنودة شرح إزاي هو، عرفنا بعد كده إن هو كان شاف زي حلم أو رؤية إزاي هم عبروا البحر ده، وإزاي المية كانت بتتفتح قدامهم وشرحها بطريقة يعني حسسنا قد ايه فعلا ان احنا شايفين المنظر قدامنا. وهي مشروحة كمان بالتفصيل في سفر الخروج، يعني عمل ربنا كان واضح وظاهر جدا جدا جدا. وكانت النتيجة ان ربنا ادى الحل في يد موسى لما ضرب البحر بالعصا، وعدوا كلهم في قاع البحر زي ما بيقول الكتاب المقدس، ولم يسمح لأحد ان يعبر وراه. كأن الله بيحميهم من اي اذى كمان، وده كان عمل ربنا. وعشان كده بقى ترنم بنو إسرائيل بالترنيمة الجميلة اللي قدتهم فيها مريم النبي، ودي اللي احنا خدناها ونترنم بها في الكنيسة في لحن الهوس الأول اللي هو من ضمن ألحان التسبحة، اللي هو حينئذ سبح موسى وجميع بني إسرائيل بهذه التسبحة وقالوا إلى آخر الهوس الأول اللي موجود عندنا في التسبحة. ومن هنا بنشوف إيد ربنا، وكأن الكنيسة لما بتترنم النهاردة بهذه الترنيمة بتتذكر عمل الله معهم في القديم، ونتذكر أيضا أن اللي قاد الشعب في القديم هو قادر أيضا يقوده في أيام الضيقة اللي ممكن تيجي عليه في الأيام الحديثة. عندنا كمان في حاجات صعبة مروا بها بني إسرائيل، الشرب مثلا، الشعب ده داخل في صحراء وفي برية قاحلة، كانوا هم في أرض مصر بيشربوا مية النيل أحسن مية في العالم، لكن في الصحراء يشربوا منين؟ ولما حتى لقوا المية في السكة لقوها مرة جدا، اللي هي منطقة مرة وإيليم، منطقتين كانوا ورا بعض. لما نتأمل هنا الإيمان كان شكله عامل إزاي؟ يعني النهاردة شعب كامل يطلع في الصحراء، هو عارف إن هو مش هيلاقي أكل، مش هيلاقي مية، مش هيلاقي أي حد يسنده، ولكن يسمع الوصية ويسمع صوت الله ويثق في صوت الله ويطلع البرية. ده في حد ذاته إيمان. لما نتأمل فيه، هل احنا عندنا الإيمان ده؟ المفروض ان احنا نعيش بيه. ما احنا دورنا دلوقتي ان احنا لما بنحط الحاجات دي قدام شعبنا لازم يعيشوا بنفس درجة الإيمان اللي كانوا فيها الآباء أقوياء في إيمانهم. وحتى في الضعف، يعني برضو ما تنساش ان بني إسرائيل ضعفوا وتزمروا على موسى، ولكن موسى ما ضعفش،
وهنا نوري ان ممكن لاجل ايمان شخص الله ممكن يتدخل. وعشان كده حتى اكثر من مره ربنا يقول لموسى دعني امحو هذا الشعب من كتابي واجعلك انت ام عظيمه لاجل التذمرات. يرجع موسى يشفع فيهم برضو وربنا يغفر لهم لاجل شفاعه موسى، وبرضو يتعامل معهم الله باليد القويه اللي بتخرجهم من كل الازمات. ففي حته الميه لما لقوا الميه المره وربنا امر بانه تطرح الشجره في مياه مره وإليم وتحولت الى ميه حلو وشرب منها الشعب وارتوى. وطبعا هنا حته العطش دي صعبه جدا على الشعب، وزي ما بيقول لنا الكتاب ان عددهم كان كبير، يعني العدد اللي خرج من مصر شعب كامل، قال لك 600,000 رجل ماشي ما عدا الاولاد. تصور انت 600,000 راجل، لو كل راجل من دول له زوجه يبقى كده 1,200,000، ولو قلنا ان كل راجل من دول عنده ولدين، لا زمان ما كانش ولدين يعني خلينا ولدين كان يعني ما نفتحهاش قوي، فهنلاقيها يمكن فوق ال 2 مليون مثلا، 1.5 مليون 2 مليون في الحدود دي. انا دي ارقام تقديريه من عندي، لكن النص في الكتاب المقدس بيقول 600,000 رجل ما عدا الاولاد. فكان شعب رهيب واعداد رهيبه وما همش ادوات للانتقال، كل اللي معاهم خيامهم وبس، وطبعا فوق ده كله الاتكال على ربنا. كمان لما حسوا بالغربة في الصحراء، صحراء قاحلة، ماذا كانت النتيجة؟ ضيقة قدامنا مش شايفين فيها حاجة، لا مدن ولا خضرة ولا راحة ولا أي شيء. كانت التعزية الكبرى بقى من ربنا نفسه، عمود السحاب بالنهار في وسطيهم وعمود النور بالليل في وسطيهم، واللي كان بيضيء لهم كل المكان بالليل. وما أحلى الإنسان يتعزى بحضور الله شخصيا، وما أجمل أن يكون الله موجود وسط الجماعة، حتى أنه في سفر المزامير يقول الله في وسطها فلن تتزعزع. وجود الله في وسط الجماعة خليها ما تتزعزعش، بس المهم أن احنا نرى بعينين الإيمان أن الله في وسطنا. والمهم يتسابونا عشان يعني الله يبقى في وسطنا لازم نبقى عندنا ثقة في كده. يعني هم ما شافوش الله إلا لما كان عندهم ثقة وطلعوا للبرية على وعد الله، والثقة دي هي الإيمان. الثقة اللي حضرتك بتقول عليها دي هي الإيمان، إيماني بوجود الله هي دي الثقة في عمل الله وأنه موجود في وسطنا. وبعدين ما ننساش أن احنا متميزين دلوقتي عن بني إسرائيل في أن روح الله بيسكن فينا. احنا بالمعمودية بنصبح هياكل لله، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. فكنا أن احنا نبقى هياكل لروح الله معناها أن الله جوانا أيضا جوه كل شخص مننا. فده معناها أنه لو كل واحد حس أن فيه روح الله مش ممكن يتزعزع مهما كانت له العواصف من الخارج أو من الداخل. عندك كمان في نقطة تانية برضو احنا بنقول على التجارب وهم خارجين أو الضيقات اللي قابلته، الأكل والشرب. من ضمن الحاجات الطريفة أن هم جم وتذكروا البطيخ وتذكروا الكرات، كده موجودة في سفر الخروج أصناف معينة زار كانوا هم بيحبوها، وإزاي كانوا بيأكلوها في أرض مصر ولما يجدوها في البرية. وبعدين فين اللحم؟ وهيجيب منين موسى لحم يكفي الآلاف المؤلفة دي من الشعب؟ فين ربنا هنا؟ موجود في أزمنة الضيق هنلاقيه، حتى لو تأخر شوية لكن هنلاقيه. كانت استجابة الله السريعة عن طريق المن والسلوى. المن كلنا عارفينه أن طعمه كرؤاء بالكزبرة وبعسل، والسلوى هو طائر موجود لحد النهاردة اللي هو طائر السمان اللي بيجي من أوروبا مهاجر وبينزل في أرض سينا أو ما بيلاقي أرض فكانوا بيمسكوه. الغريب بقى أنه كل ده طبيعي هو، لكن الغريب أن ربنا يوده لهم لحد جنوب سينا، وأنه يوم بيوم، يعني جايز نقول إيه دي قافلة من الطيور كانت مهاجرة ونزلت، لكن لا ده يوم بيوم على مدى 40 سنة. وربنا أمرهم أنه ما فيش حاجة تبيت للصباح عشان يوري لهم أن الاتكال على ربنا هو اتكال دائم يومي، ما اعتمدش على فكري وأقول أخلي البكرة أعمل لبكرة. أنا مش ضامن بكرة في إيه، أنا مش ضامن. فكانت النتيجة أنه لما ناس عملوا كده واعتمدوا على فكرهم باظ الأكل كله، فرجعوا تاني أنه يلتقطوا يوم بيوم، كل واحد ياخد على قد قدر نفسه، فيش واحد ياخد زيادة لأن الزيادة اللي مش هيكلها هتبوظ عنده. فعلمهم حتى دروس روحية، القناعة، الاعتماد على ربنا، أن الإنسان يرضى بما يريده الله في حياته. وده هنا بقى حياة التسليم،
يعني احنا عايزين نتعلم درس من الحتة دي، وهو حياة التسليم، ان احنا نسلم الامور لربنا فربنا يسيرها حسب مشيئته الصالحة الحلو. يمكن الحتة دي تبان قوي في رحلة من رحلات بولس الرسول لما هاجت الامواج على السفينة واصبحوا معذبين وقعدوا يرموا كل اللي في السفينة وقعدوا ايام طويلة، وفي النهاية يقولك سلمنا، يعني استنفذنا كل الحلول البشرية الممكنة فسلمنا. سلمنا لمين؟ سلمنا لربنا، فصرنا نحمل. آية جميلة من ثلاث كلمات، سلمنا فصرنا نحمل. نحمل على يد مين؟ على يد ربنا. فهنا دايما الفكر البشري لوحده بيغرق، لكن لما أطلب المعونة الإلهية ما بغرقش، لأن اتكال على الرب خير من اتكال على البشر. لأن هم يتسابونا كانوا عايشين في البرية ومش عارفين بكرة هياكلوا إيه، والأكل بتاع النهاردة ما يخلوش منه البكرة. إيمان عظيم، إيمان غريب، إيمان يعني مش عايز أقول صعب نلاقيه دلوقتي، لأن في ناس بتعيش بالإيمان ده. يمكن الواحد احنا مؤمنين بالكتاب المقدس وبما ورد فيه، وكنا إن احنا نردد النهاردة حاجات الكتاب المقدس معناها لازم نعيشها ونعيش بنفس الإيمان، لأن الله هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، ما تغيرش. جايز احنا نفوسنا بتتغير، إيماننا بيضعف، شكوكنا بتزيد، ولكن الله مواعيده ثابته ولن تتغير. يعني حتى ما نفكرش بكره هنجيب اكل منين، هناكل ولا مش هناكل، يعني دي ابسط حاجه، ده يعني اساسيات الحياه، هنشرب منين، هناكل منين. ولكن احنا دلوقتي يمكن بنفكر ولادنا لما يكبروا هيحصل لهم ايه وهيعيشوا ازاي. هو ده اللي بقى، ده بقى الوضع دلوقتي. عشان ارد على الحته دي، السيد المسيح نفسه عمل اختبار للتلاميذ لما ارسلهم للكرازه والبشاره، وبعدين رجعوا له فسألهم سؤال حلو جميل، يقول لما أرسلتكم بلا كيس وبلا مزود هل أعوزكم شيء؟ عايز بس أقف عند كلمة كيس ومزود. كيس ده اللي بتحط فيه الفلوس، مزود اللي بتحط فيه الزاد اللي هو الأكل الطعام. فيعني عايز أقول لما أرسلتكم بلا فلوس وبلا أكل وشرب هل أعوزكم شيء؟ فقالوا له لا يا رب. يعني درس حي ان ازاي يقدر ربنا يقود الانسان مادام ماشي معاه. وهنا مش علمهم التواكل، لا، علمهم ان هم يهتموا بخدمتهم وبعملهم الاول، وهذه كلها تزداد لكم. اطلبوا اولا ملكوت الله، لانهم كانوا خارجين للبشارة والاجل ملكوت الله. ففعلا اجتهدوا التلاميذ ان هم يمشوا في هذا الطريق اللي رسمه لهم السيد المسيح، ملكوت الله. فكانت النتيجة ان كل الامور العالمية تزداد لكم، يعني جاية طبيعي ربنا بيدبرها بدون ما نحن نحسب لها حساب. وده مش معناه برضو نتواكل، لا، في فرق ما بين التواكل زي تنبلة السلطان دول اللي هم متوكلين، وما بين الإنسان يجتهد في كل شيء ربنا يسمح له بيه يقوم ربنا يديله الأمور التانية كمكافأة لي. الحقيقة يا ابونا لو عدنا نتكلم على الإيمان و يعني ازاي نقدر نعيش الايمان اللي هم كانوا عايشين بيه، ده شيء هناخد فيه وقت طويل جدا. ولكن نقف عند قصة موسى ونسمع قداسة البابا قال ايه عن شق البحر وازاي عبروا البحر بطريقة قداسة البابا. اعزائي المشاهدين نشوف قداسة البابا شرح الجزئية دي ازاي، ونرجع لكم مرة تاني، ابقوا معنا. في كل الأمور اللي مرت علينا في الكتاب من المعجزات نجد عنصر الاطمئنان. موسى النبي ربنا قال له تخش في البحر، تخش في البحر ازاي؟ تضرب عصاتك ينشق وتحط رجلك ورا العصا تفضل ماشي 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 ولا يجرى لك حاجة. ازاي موسى قدر يعمل كده؟ مش ازاي يضرب البحر، ضرب البحر ده سهل، لكن ازاي رفع رجله ودخل في المي ومشي ومشي على طول على طول، والناس ماشي وراه، وكل ما هو ماشي الأرض تتقدم معاه والناس يتقدموا وراه. بأي أسلوب
يشعر انه مطمئن، مطمئن انه لما يحط رجله في الميه ما يجرالوش حاجه، ولما يدوس تطلع الارض قدامه مطمئن والناس تمشي وراه. كلها مساله انهم كانوا مطمئنين لكلمه ربنا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وشفنا إزاي قداسة البابا شرح شعب بني إسرائيل وهو بيعبر من البحر. وعلى فكرة كنا عرفنا بعد كده أنه قداسة البابا شرحها لأنه شافها في رؤية، يعني ما شرحهاش لأنه أراها أو يعني حلل الموقف زي ما أراه، لا ده هو شافها وشرحها زي ما هو شافها كده. ياريت نتعلم من إيمان شعب بني إسرائيل ونحاول نشوفهم كانوا عايشين ازاي ونعيش زيهم. نتنقل بعد بني اسرائيل وكانوا عايشين ازاي في ارض مصر، نتنقل لقصة اخاب وايليا، وازاي ايليا تعب او كان في ضيق من اعمال اخاب، وازاي الله حول هذا الضيق الى فرح. ايليا من افضل انبياء العهد القديم، وايليا كان مجاهد كبير في طريق البر وكان عنده ايمان كبير بربنا، وايليا استحق انه لا يرى الموت لحد النهاردة، لان ربنا اخده في مركبة نارية ومازال يعيش بجسده الى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا لان ربنا حفظه لنهاية الايام، ليه لسه دور ما انتهاش وليه لسه عمل هيجي في اواخر الايام. لكن تعالوا نشوف الجزء اللي عاشوا على الارض وكيف كانت نفس ايليا، نفس بارة مؤمنة بربنا. وإليه بالذات بيمثل لنا قيمة كبيرة، لأنه وصل لدرجة من الضيق حتى أنه طلب الموت لنفسه. هو عاش في أيام أخاب الملك، وأخاب قال عنه الكتاب في سفر الملوك الأول أنه يعني صنع كل شر في عيني الرب، حتى في جوازه راح اتجوز بنت ملك الصيدونيين اللي هو منطقة صيدا يعني، وهي إيزابيل، وكانت إيزابيل شريرة حتى انها جرجرته وراه في انه يعبد البعل. أيوه. وسجد لي واقام له سواري وانصاب وحاجات لعباده البعل. طبعا كانت النتيجه انه اضلت الشعب وتعبت ايليا النبي جدا، وكانت النتيجه ان ايليا كان يهرب من وجه ايزابيل، خصوصا بعد القصه المشهوره لما ايليا طلب انه يرفع ذبيحه وهم يرفعوا ذبيحه، والإله الحقيقي اللي هو شايفينه هو اللي يستجيب. ومعروف طبعا أنه كان في هذا الوقت 450 كاهن للبعل و400 كاهن آخرين للسواري. ناخد بالنا من الحتة دي، لأنه واضح أنه كان في عبادات متعددة، دول كانوا 450 ودول كانوا 400، ولكن حتة الذبيحة ديت كان حضر 450 بتوع البعل كله، وقال لهم انتوا الاول عشان انتوا عددكم كبير، وكان الكلام ده غالبا على جبل الكرمل يعني. وقعد يصرخوا لالههم، وقعد ايليا يتريق عليهم ويقول لهم علوا صوتكم لحسن يكون نايم شويه ولا يكون مسافر. وطبعا هو قاعد مطمن ان الهه حي والهه قوي وعارف هو بيعبد مين. وكانت النتيجه لما وصلوا من الصبح للظهر بدون نتيجه قال لهم طيب اتركنوا بقى على جنب، عمل مذبح. دي اول حاجه، ودي الطريقة الطقسية اللي ربنا علمها للإنسان من قديم، إنه يقدم الذبيحة على المذبح. وبنى المذبح من 12 حجر، ده بيشير لعدد أصباط إسرائيل كلهم. ده معناه يا رب أنا بقدم الذبيحة دي من أولادك كلهم اللي هم 12 سبت. وإحنا في كنيسة العهد الجديد الكنيسة مبنية على أساس الرسل اللي هم برضو 12، والمسيح نفسه حجر الزاوية زي ما قال الكتاب، ففيها رموز. وبعدين عمل قناة حول المذبح وملاها مية، يعني ملا مية وقال لهم سنوا يعني ملوها مرة تانية، وقال لهم سلسوا يعني ملوها مرة تالتة. وبرضو المية هنا ربما تشير إلى المعمودية، وإنه من القديم روح الله يرف على وجه المياه. وفي نفس الوقت
ما يديش إيحاء بأنه في حاجة مولعة هتولع من تحت الذبيحة. حط ميه على الحطب كمان. حط ميه على الحطب وحط ميه على المذبح وعلى الذبيحة وغرقها. بس هي ليها رمز روحي انها بتشيل المعمودية، التطهير، التطهير والخلاص بالمعمودية. ووقف وقال له يا رب أنا عبدك، وإن أنا ما بأتمرش غلا بأمرك، وأنا بطلبك دلوقتي كي تستجيب وتوري نفسك لهذا الشعب، لأنه كان قال لهم إن كان الله هو الرب فاعبدوه وإن كان البعل فاعبدوه. وفعلا نزلت نار من السماء واستجابت لصلاة إيليا وأكلت الذبيحة ولحست المياه التي في القناة التي حول المسبح. هنا بقى كان يعني إرادة الله ويد الله القوية، لدرجة إن إيليا قال لهم بقى نخلص من عبادة الأوثان ومن كهنة البعل المضلين. الكلام ده يتسابونا حصل في حضور مين؟ الكلام ده كله حصل أكيد طبعا في حضور أخاب الملك، لأنه هو إيليا طلب من أخاب هذا الأمر، وفي حضور ال 450 كهنة البعل اللي هم كانوا بيصلوا، وفي حضور طبعا كل الشعب اللي كان موجود في جبل الكرمل. يمكن الوحيدة اللي ما كانتش موجودة هي الملكة إيزابيل، لأنه في إصحاح 19 بيقول أنه أخاب راح أخبر إيزابيل بكل ما صنع إيليا وكيف أنه قتل كهنة البعل. ودي هنا بقى جابت الطامة الكبرى على رأس إيليا، فإنه طلبت أنها تقتله. يعني على الرغم أنه كل ده حصل قدام الناس وإيد ربنا ظهرت ويد الله استجابت ونزلت نار من السماء، إلا أنه قلب إيزابيل كان مقفول نهائي. يعني المفروض اللي حصل ده يبونا يبقى العكس، ده دافع أن كل الشعب وإيزابيل نفسها تؤمن بالرب. في ناس عندها عيون ولا تبصر وعندها أذان ولا تسمع، وده اللي قاله رب المجد لينا، طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. يعني ممكن يتسابونا واحد يشوف قدامه معجزة وما يأمنش؟ بتظهر كتير. يعني احنا خلينا في عصرنا الحالي انه ظهورات السيدة العذراء كانت كتيرة جدا، وفيه ناس شافوها بعينيهم وأنكروا هذا الظهور من أساسه، والبعض قال ربما تكون ظواهر جوية أو أي شيء آخر مش مجاله دلوقتي. لكن عايز أقول درجة استجابتنا لهذه الظواهر الروحية ما تبقاش كلها بدرجة واحدة. عشان كده الكتاب طوب الذين لهم عيون ويبصرون والذين لهم أذان ويسمعون. عشان كده هنا بنقول النظر الروحي والسمع الروحي، والإنسان الروحي اللي بيدرب حواسه إنها تكون حواس روحية تسمع وترى كيف يتعامل الله مع الإنسان. تمام. نرجع تاني نكمل قصة إيليا. إيليا طبعا لما كانت بقى المملكة كلها تجندت لمطاردة إيليا، هرب إيليا إلى جبل الله حريب. ليه هرب يا سبون؟ لأنه هرد عليك بآية، الحكيم من يرى الشر فيتوارى. يعني رغم كده كل اللي هو عمله قدام الشعب كله وقدام الملك، إن هو واجه الملك وواجه الشعب وربنا نقول نصره قدام كل الشعب، ورغم كده خاف أو هرب. الهروب أنا بعتبره حكمة، زي هروب السيد المسيح له كل المجد إلى أرض مصر، لم يكن ضعف ولكن هو هرب منزعج. كانت حكمة، وطبعا هو انزعج لأنه حس أنه هو لوحده. يمكن هنا الضعف البشري بدأ يبان شوي، وهو يعني نبي ناري ويضعف الضعف ده. الضعف موجود في كل البشر حتى لو كانوا أنبياء، والعصمة لله وحده. نحن لا نؤمن بعصمة أحد مهما كان، لا نبي ولا كاهن ولا غيره. فالضعف البشري موجود. ده الأخطر من كده كمان، أنه في ملوك الأول صح 19 طلب الموت لنفسه وقال له كفى يا رب كفى لأني لست أفضل من أبائي. والضجع يعني والنام. لو حسينا بالإحساس اللي هو يعني يكون أنه نبي وبعد ما ربنا عمل معاه كل ده يطلب الموت، يعني هو كان في حالة نفسية سيئة جدا. بالضبط بالضبط. ما هو تعالى نلقي الضوء شوية على حالة إيليا. إيليا أولا هربان من وجه الملكة والملك، يعني من قوة الدولة. الحاجة التانية أنه هرب إلى الجبال والصحاري، جه حريب، جبل حريب اللي هو جبل سيناء دلوقت، ويمكن يعني تقدست جبال سيناء بمقدسات كتيرة، من ضمنهم وجود إيليا. ويمكن لحد النهاردة فوق جبل سيناء في مغارة، التقليد بيقول لنا أن دي المغارة اللي عاش فيها إيليا، واللي شاف فيها الريح والزلزلة، واللي كلم فيها ربنا في الآخر بصوت خفيض
لما ربنا كلمه بصوت خفيت كحفيف الأشجار لما قال لنا الكلام ده كله. فتقدست جبل سيناء. فهنا تعالى نرجع نشوف واحد لوحده في الجبل جعان عطشان مطارد مش عارف هيعمل ايه بكرة، وعشان كده قالوا يا رب بقى كفاية كفاية بهدلة وكفاية تعب. ولكن ايد الله الحلوة اللي بتظهر دايما حتى لو في الهزيع الرابع، زي ما جه للتلاميذ وهم معذبين في المركب في الهزيع الرابع. وكلمة الهزيع الرابع دي أنا بس عايز أقف عندها هنا وألقي يعني ضوء خفيف كده. اليهود كانوا بيقسموا الليل إلى 4 أقسام، كل قسم يسمى هزيع. الليل بيبتدي من إمتى؟ من الساعة 6 مساء وينتهي إمتى؟ 6 صباحا، ومنتصف الليل الساعة 12. فالهزيع الأول من 6 إلى 9، قسم الأول من الليل. الهزيع الثاني من 9 إلى 12، الهزيع الثالث من 12 إلى 3، الهزيع الرابع يبقى امتى؟ 3 إلى 6، من 3 إلى 6، يعني آخر وقت في الليل. فلما جاء المسيح للتلاميذ قالهم في هذا الوقت. وبرضو ربنا لما جاء لإيليا قالوا في الهزيع الرابع، بمعنى أنه قالوا في آخر وقت بعد ما وصل الضعف البشري إلى أقصى، وصل أنه هو بيتمنى الموت، اتمنى الموت، ما فيش حاجة بعد كده بقى أن الإنسان يتمناها تاني خلاص، معناه أنه فقد شهيته حتى في الحياة. وقال أنه موتي أفضل من حياتي. قالوا إزاي؟ قالوا إزاي؟ أول حاجة ربنا بعت له ملاك قواه وإداله أنه يأكل من الأكلة اللي طبعا أكيد كانت أكلة سماوية، وعاش عليها 40 يوم، حتى أنه مشي بقوتها 40 يوم دول في الجبال والصحاري لم يجوع ولم يعطش. الحاجة التانية كلمه شخصيا، ربنا كلمه لما وصل لجبال حريب، وبعدين ربنا عشان يلفت النظر أنه هو اللي هيكلمه عمل ريح قوية، ولكن لم يكن الله في الريح، وزلزلة ولم يكن الله في الزلزلة، ونار ولم يكن الله في النار، وإذا بصوت خفيف كحفيف الأشجار. يعني إيه حفيف الأشجار؟ يعني ورق الشجر لما يتحرك كده يعمل صوت، يعني صوت ما حدش يسمعه غير لما يكون فيه هدوء وسكون وينصت قوي. فإيليا كان مستني صوت ربنا على شوق، فسمع صوت الله فقال له مالك يا إيليا هنا؟ فقال له بقى الكلمة المشهورة، قال له غرت غيرة. أنا عايز أقراها كده من النص الكتاب. فضل يا قال له غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك. أول حاجة عهدك ده تركوه، ونقضوا مذابحك، يعني هدموا كل المذابح، ما بقوش يقدموا ذبيحة ولا صلوات ولا غيره، وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. خلاص يا رب ما فيش حاجة تاني، فاضل ايه؟ فاضل انا، خدني واستريح بقى والموضوع ينتهي. تعال شوف بقى أزمة الانفراج، الفرح. عايز اقف هنا سابونا في حاجة برضو لفت نظري قبل ما نتكلم على أزمة الفرح او الفرج، انه إيليا سمع صوت الله في هدوء، ما سمعهوش في وسط صخب، في وسط زلزلة، في وسط ريح، لا ده سمعه في هدوء. ده يعلمنا ازاي نستقبل صوت ربنا. كلمة دي أنا قلتها من شوية، إزاي ندرب حواسنا على السمع الروحي، لأن يعني ربنا ممكن يكون بيكلمنا في أوقات كثيرة بس إحنا مش مدربين إن إحنا نسمع صوت ربنا. عشان كده لو الإنسان مشي بطريقة مادية واعتمد على ذاته بس، مش هيقدر يسمع صوت ربنا كويس. كتير الناس توقف تصلي ونقف نصلي نقول يا رب سمعنا صوتك. طب يعني سمعنا صوتك دي مش بالسهولة دي. طب ادينا فرصة لربنا انه سمعنا صوته. في خطوات كتيرة تتعمل عشان نقدر نسمع صوته. يعني اشهر حاجة هي الخلوة الروحية، الانسان يختلي بربنا وعايز يسمع صوته. يسمع صوته من خلال الكتاب المقدس. ربما الاحاديث اللي احنا بنقولها هي تكرار لصوت الله اللي عمله مع الانبياء ومع القديسين ومع شعب العهد القديم. كل دي ممكن الانسان يسمع بها صوت ربنا. تعالى نرجع بقى، ربنا قال له ايه؟ قال له انت حاسس ان انت لوحدك إيليا؟ طيب انا ابقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل. انت بتقول خلاص مفيش حد تاني وانا لوحدي بس؟ لا يا حبيبي، ده لسه في الافات مؤلفة بس انت ما تعرفهاش. انت شايف تحت رجليك بس، لكن انا شايف على المستوى العام وشايف كل حاجة، لان انا بدبر الكل. فين 7000 دول؟ ما عرفش عنهم إيليا حاجة. يعني في حاجات ربنا بيرتبها بعيدة عن أذهان البشر،
ولكن احنا لو دربنا نفسنا نسمع صوت ربنا هنحس ساعتها ازاي ربنا يقدر يخلص بالقليل وبالكثير. في حاجة برضو يتسبونا يعني ناخد بالنا منها، ان دايما بنسمع صوت الله في الدقيقة. إيليا سمع صوت الله بعد ما يئس من الدنيا وطلب الموت. الفتية الثلاثة سمعوا صوت الله وهم في أتون النار. يونان سمع صوت الله وهو في بطن الحوت في القبر. في القبر الحوت ده يعتبر قبر ليه. فيمكن بنسمع صوت ربنا واحنا في الدقيقة. يمكن الدقيقة دي بتقربنا من ربنا ان احنا نسمع صوته، بس المهم ان احنا نؤهل نفسنا ازاي نسمع الصوت ده. فلو هي كده فعلا يبقى الواحد الدقيقة بالنسبة له شيء جميل. ده لو بصلها بالعين الروحية هيلاقيها شيء جميل، لانه زي ما قلنا من شوية يخرج من الجافي حلاوة. انا عايز اقول لك نقطة مضيئة كانت في ايام ايليا. كان في وكيل لأخاب اسمه عوبيديا. وعبيديا ده كان انسان تقي، وربنا سابه في المنصب ده ربما لانه يساعد ايليا او يكون وسيله لخير ناس كتير. في موضوع انه منع المطر وربنا على ايليا عن طريق الغربان شويه وبعدين عن طريق الارمله، وبعدين راح قابل عبيديا. فايليا بيقول لعبيديا ايه؟ روح قول لاخاب انه انا هاجي قبله. قال له لا، لألا يحملك روح الرب على احد الجبال. شوف بقى الراجل الروحاني لما بيتكلم بطريقة روحية، عارف القامة الروحية العالية بتاع إيليا، وعارف ان ربنا يقدر يحمل الانسان عن طريق روح الله من مكان لمكان. ده اللي احنا بنترجمه في كنيستنا القبطية الارثوذكسية بدرجة السياحة. درجة السياحة، احنا عندنا ناس يجاهدوا في الروحانيات حتى يصلوا الى هذه الدرجة العالية من الروحانية، انه يحملهم روح الله من مكان لمكان. واحنا عندنا كتير من القديسين سيارهم موجودة، انبا فلان السائح وانبا فلان السائح، وعلى عن ناس معاصرة سياح. يعني احنا مش عايزين نركز على المعاصرين لان لسه في جهتهم ما نعرفش. يعني الكتاب قال انظروا الى نهاية سيرته، ما قالش انظروا الى بداية سيرته. لألا احيانا بعض السواح سقطوا، فاحنا دايما بننظر بعد نهاية سيرته. انبا بقول اول السواح مثلا بنقوله كبداية. فهنا السياح دي موجودة في الكتاب المقدس من ايام إيليا. وعبيديا كإنسان روحاني يرى بعيون روحانية إلى رجل الله الروحاني اللي هو إيليا، عارف أن روح الله يقدر أنه يحمله من أي حتة يوديه إلى أحد الجبال. ودي ورينا كيف يقدر الله أن يخلص الإنسان في لمحة، في لمحة بصر، أو يقدر ينقله من مكان لمكان. والكلام ده موجود بكثرة في الكتاب المقدس مش في إيليا وبس. عندنا أيام حبقوق ازاي الملاك شاله بالطبيخ بتاعه العدس من ارض فلسطين لارض بابل عشان يروح يوكل دانيال للنبي. وعندنا يعني بعض الاباء اللي ربنا حملهم بالروح من مكان لمكان. فيلبس في سفر اعمال الرسل بعد ما قابل الخصي يقول لك فحمله روح الله ولم يعينه بعد. عندنا وعندنا امثله كتير، امثله كتير في التاريخ. الكتاب المقدس بتاعنا في الحقيقه مليان ومليان، بس اللي يقعد ويقرا ويعيش بالايات اللي فيه والقصص اللي فيه بيتهيألي مش هيحتاج حاجه تانية. انا بس حته عبيديا دي بالذات حبيت اوضحها، لان برضو ربنا ليه ناس موجودين في كل جيل وفي كل عصر ازاي بيعملوا مشيئته وارادته. حتى لو لقينا ان الدنيا كلها بتسود، لكن ربنا ليه طرق تانية وليه نقط مضيئه في حياتنا، بس احنا ندرب نفسنا على المنهج الروحي. نستاذن قدسك يا سابونا، نطلع نشوف فاصل كلمة القدس البابا عن الدقيقة، ونرجع تاني نكمل الحكايات الجميلة اللي احنا بنحكيها ديت وبنستفيد حقيقي منها. أعزائي المشاهدين نطلع نشوف فاصل ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. القديس يوحنا الرسول وهو من أحب تلاميذ المسيح إليه نفي إلى جزيرة بطمس. وفي جزيرة بطمس يقول إيه؟ أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت المسيح وصبره. شريككم في الضيقة مع إنه رسول كبير. وفعلا وهو في بطمس رأى رؤى لم يرها أي واحد من الرسل الباقين، بل رأى عرش الله في السماء والقوات السمائية موجودة في سفر الرؤيا صح 54.
وأخذ وعودا. من ضمن الوعود هو ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. ده كلام جميل ما سمعوش وهو في أورشليم، لكن سمعه وهو من في بطنس. بولس الرسول لما اتكلم عن ضيقاته في كورنثوس الثانية اصحاح 6 واصحاح 11 حاجات عجيبة، بيقول بأخطار من الأخوة وأخطار من الأمم، أخطار من أخوة كذبة، وأخطر في المدينة وأخطر في البحر وأخطر في البرية، وثلاث مرات انكسرت بي السفينة، وأيام وليالي قضيتها في العمق، وكذا مرة جلدت جلدوه حتى ظن أنه مات في بعض الأوقات، ولكن مع ذلك كانت لهذه المتاعب أكاميل واستحق أن يصعد إلى السماء الثالثة ويرى أشياء لا ينطق به. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبعد ما شفنا الفاصل نرجع نكمل القصص الشيقة جدا اللي بنتكلم فيها النهاردة، وعايزين نعرف من قدسك قصة معاناة شعب الله مع سنحريب الملك اللي جت في ملوك التاني. سفر الملوك الثاني بيقول لنا انه في ايام حزقيا الملك انه جت تجربه جديده جدا على مدينه اورشليم، وهو انه سنحريب ملك اشور دي طبعا اللي هي في العراق دلوقتي، جايب جيش جرار وبعت قبلها رسل انه بيهدد حزقيا الملك وبيهدد المدينه المقدسه، وكان عايز يحاصر المدينه، حتى انه بعت يعاير الملك بالهه. طبعا حتة الحصار هنا معناها جوع، معناها الناس ما يخرجوش، معناها الحياة تقف، معناها المعنويات تنهار، وبعدين كل يوم الحصار بيشتد ممكن الناس يضعفوا. فطبعا الوضع كان صعب، وممكن ناس كتير يموتوا، سواء يموتوا من الجوع أو يموتوا من الحصار أو يموتوا من الحرب. وقفل منابع المية اللي داخل أورشليم عشان يجوع الشعب فعلا. هو اللي عمل كده حزقيا بنفسه، يعني بعد ما شار أشعياء، لأنه كان قال عشان الجيش الأعداء ما يستفدش بالمية، عيون المية، فطمرها، حتى خرج كل بني إسرائيل وساعدوا في الطمر أو يعني ردم العيون المية اللي كانت بره، ورمم السور وجهز أدوات الحرب. كل ده فكر بشري، كل ده فكر بشري. ولما جم يعيروه بإلهه عيروه باللغة اللي كل الناس فهمها. هي دي النقطة بقى اللي غيرت مجرى الأحداث، أنه لما رسل سنحريب ملك أشور جم وقفوا بره السور وبدأوا يتكلموا مع الناس المندوبين عن الملك حزقيا، فالمندوبين قال لهم كلمونا بالأرامي عشان محدش يفهم غير القادة، عشان الشعب اللي واقف على السور ما يفهموش ومعنوياتهم ما تنهرش. فرد عليهم قال لهم لا، واحنا جايين نقول لكم انتوا بس، احنا جايين كمان نقول للناس دي اللي حزقيا بيضحك عليها وبيخلوهم يتكلوا على إلههم، اي مدينة من المدن اللي حاربها سنحريب الهها نجاها؟ مفيش ولا مدينة، فانت كمان الهك مش هينجيك من ايدي. وهنا طبعا لما الانسان بيوصل بالغرور اللي انه يقف قدام العزة الالهية، يبقى ربنا هنا لازم يتدخل ويتدخل بقوة. هو في الحقيقة هو مش فاهم ان هو بيقف قدام العزة الالهية، لان هو مش مقتنع بهذا الاله، بس سمع عنه وعارف ايه اله العبرانيين يقدر يعمل ايه، وعارف ايه الاله الحي يقدر يعمل ايه، وعارف ان ده ملوش تماثيل زي التماثيل بتاع الالهه الاخرى، عارف ان ده اله حي. واكيد طبعا التاريخ هنا بيذكر امور كتيره حصلت، وبعدين دي حضاره متقدمه، حضاره اشور حضاره متقدمه، يعني ناس فاهمين وعارفين. فكانت النتيجه انه حزقيا، وكان في الوقت ده معاصر لاشعياء النبي، قالوا نعمل ايه؟ قالوا ناخد الامور دي وننشرها في الهيكل قدام ربنا. خد يا رب، ده بيعيرك انت مش بيعيرنا احنا. كل ده الضيق موجود، ربنا يتدخل ازاي؟ يدخل بطريقة بسيطة جدا وينهي الموضوع في ليلة واحدة. ملاك واحد ينزل من السماء ويقتل
جيش سنحريب، حتى انه لما قاموا الصبح لقوا عدد القتلى 185,000 قتيل. الحتة دي انا قعدت يعني استغرب لها من مدة كده كذا سنة، وقلت يعني لو الملاك ده اشتغل الليل بطوله ال 12 ساعة، لو احنا قسمنا 185,000 على 12 ساعة يبقى كان بيقتل بسرعة كام في الساعة؟ طب لو قسمنا على 60 يبقى كان بيقتل بسرعة كام في الدقيقة وفي الثانية؟ لقينا أمور رهيبة. ليه؟ لأن قدرة الله تختلف عن قدرة البشر. لا، الجميل في الموضوع يا سابونا ازاي أخد إليش على المشكلة وما عادش يفكر فيها، وأخدها وحطها قدام الله. تقصد حسقية الملك وأشعية النبي. وأشعية آسف. حطها قدام الله، هو اللي يتصرف. دي مشكلتك بالزبط. يا رب تصرف انت. بالزبط. بالظبط. وهنا احنا لما بنحط المثل ده قدام الناس دلوقتي بنقول لهم الله قادر على كل شيء. سيبوا الامور في ايدين ربنا وقولوا له يا رب اللي تكن مشيئتك، وشوفوا ربنا يعمل ايه. سلمنا فصرنا نحمل، وربنا علمنا في ابانا الذي هي الصلاه الربانيه بتاعتنا ازاي نقول يا رب اللي تكن مشيئتك. حتى في الصلاه الاخيره اللي صلاها السيد المسيح له المجد في بستان جسماني قال للاب لتكن لا ارادتي بل ارادتك، مع ان الارادتين ايه؟ واحد. يمكن هنا كان بيكلم بنسوته او بجسده، انه جسد كان عايز يعلمنا، لكن كان بيعلمنا في الحته دي ان الانسان ما يتكلش على ارادته الشخصيه قد ما يتكل على اراده ربنا. طيب، يمكن قصه بتاعت سنحريب برضو فيها حاجات كتيره كانت بينت ايد الله وازاي الله تدخل، ولكن يمكن الوقت بدأ يجري بينا وعندنا جزء كبير عايزين نغطيه. كتاب مقدس في الحقيقة ما بيخلص، لو قعدنا نتكلم مش هنقدر نخلص كل اللي فيه، ولكن نطلع لفاصل، وده الفاصل الأخير معنا يتسابونا، ونرجع نكمل حلقات. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا، نشوف الفاصل دوت ونرجع لكم مرة تانية. اختبار المن والسلوى، اختبار السحابة التي تظلل بالنهار وعمود النار الذي يرشد بالليل، اختبار الصخرة اللي فجرت وخرج منها ماء، اختبار وعود الله لا تخف لأني معك، زي ما قال لبولس الرسول، قال له تكلم ولا تسكت ولا يقع بك احد ليؤذيك، مفيش حد يقدر عليك، ولا يقع بك احد ليؤذيك. وزي ما قال لأرميا النبي يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول للرب اللي انقذك. انت في الضيقة بتختبر ربنا وبتختبر حفظه وبتختبر عنايته ورعايته. شوفوا يوسف الصديق، لولا الضيقات اللي وقع فيها ما كانش اختبر ايد ربنا التي نقلته من السجن ليكون الثاني في المملكة. يعني لو يوسف الصديق محدثته ضيقات كان يجري ايه؟ كان زمانه بيرعى الغنيمات القليلات في البرية زي ما كان في الاول. لكن الضيقة هي اللي وصلته للمجد العظيم الذي وصل اليه فيما بعد. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ونكمل آخر جزء في حلقة النهاردة، وعايزين نتكلم يسابونا عن كنيسة الرسل، إزاي كان فيها ضيق وإزاي ربنا كان بيتدخل في الهزيع الأخير أو في الهزيع الرابع، وكان إزاي بيقوي كنيسته بالاضطهاد اللي بيحصل ده. يمكن سفر أعمال الرسل هو أكتر حاجة تخبرنا عن جهاد الرسل وعمل الله في الوقت ده، الكنيسة المبكرة الأولى، الكنيسة اللي كانت لسه نبتة صغيرة واللي حاول الشيطان انه يزعزعها وانه يقضي عليها، ولكن لم يفلح لان ابواب الجحيم لم تقوى عليها. يمكن ابتدوا مع الرسل عن طريق اليهود،
لما لقوا الرسل بيتكلموا عن القيامة، فابتدى الصدقيين بالذات، ودول طائفة يهودية معينة لا تؤمن بالقيامة، وعلى فكرة كان من ضمنهم حنان اللي هو كان رئيس الكهنة، كان صدوقي من الصدقيين، فلا يؤمنوا بالقيامة، لكن هم بيبشروا بقيامة يسوع، يبقى الكلام ده لازم نتقيد عليه. فقبضوا على بطرس ويوحنا دول أول حاجة، وأدخلوهم السجن وفحصوهم، لقوهم ناس عاميين، فضربوهم وأطلقوهم، بس شددوا عليهم اوعوا تتكلموا بهذا الاسم مطلقا. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن يتكلموا بأضعاف مضاعفة، لأن يد الله كانت أقوى من يد البشر، وكان إرادة الله أن الكرازة تنتشر. بدأوا الشيطان يهيج الناس على الجيل الثاني أو الصف الثاني في الكنيسة اللي هم الشمامسة. فمين كبير الشمامسة؟ استفانوس. فلازم استفانوس يتقتل، وكلنا عارفين قصة مقتل استفانوس، وإزاي كان في واحد بيحرس ثياب الناس اللي بيرجموه وهو شاول. وطبعا دي لها إشارة ومغزى أن الكتاب المقدس بالذات يشير لشخص واحد من ضمن الراجمين، لأن عمل الله هنا عايز يشتغل في قلب هذا الشاب اللي واقف. وبعدين استفانوس قال لهم خطبة طويلة شرح فيها كل تاريخ بني إسرائيل وعمل الله معاهم، وفي النهاية لقوا وجه وجه ملاك وأنه الله بيقويه ورجموه. طيب ماذا كانت النتيجة؟ فيه قتل حصل، يدم اتسفك، والكنيسة لسه نبتة مش عارفة تعمل ايه. الناس اتشتتت، بدأوا يهربوا من اليهودية الى مناطق تانية. بس تعال هنا بقى شوف يد الله عملت ايه. يقولك والذين تشتتوا من الضيق الذي حدث بسبب مقتل استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة. يعني بدأوا يكرزوا في كل المناطق اللي هم راحوها، سواء في السامرة، في فينيقية، في أنطاكية، في قبرص فيما بعد. ايه ده يا رب؟ ربنا شايف انهم تقوقعوا في اليهودية، فسمح بمقتل استفانوس لخير الكنيسة عشان ينشر الكنيسة اكتر واكتر، يخرج من الجافي حلاوة. ايد ربنا هنا كانت افضل. تعالوا شوف لما اعيد القبض على بطرس لوحده، وبعدين المرة دي قالوا له مش هيفلت من ايدينا، فحرسوه ما بين اربع ارابع. يعني اربع ارابع 16. يعني اربع عساكر مربوط بسلاسل، وبعدين أربعة تانية يحرسوه بعد كده، وبعد كده أربعة في أربعة بستاشر، أربع أرابع يعني حوالي ستاشر عسكري. ورغم كده تبص تلاقي بطرس بدل ما هو يبقى قلقان، لا ده كان نايم. في يعني الواحد مننا جرب ان هو يخش الحجز بس، او يخش مكتب وكيل النيابة او اي حتة، يعني هل هيجيله نوم ولا هيجيله تعب ولا خوف ورهبة؟ لا، ده بيورينا نفسية بطرس من ايه، من جوه نام، لدرجة ان الملاك لما جه عشان يخلصه لكزوا، خبطوا، قالوا قوم يا بطرس. فقام بطرس طمنطق، يعني كان اعلى منطقته ومريح خالص، طمنطق ولبسنا عليه وايه واخده. وكانت الكنيسة في هذا الوقت تصلي من اجله بلجاجة، لدرجة ان الكنيسة كانت لا تزال بتصلي في العلية، وبطرس طلع وخبط عليهم ودخلهم وهم لسه بيصلوا. دي تعلمنا برضو يتسبون ان الكنيسة بالضبط الصلاة سلاح قوي ربنا في المشاكل عطهن. الصلاة هو السلاح، الصلاة نقلت الجبال قبل كده في عهد أبائنا وجدودنا، والصلاة أبطلت مشورات كتيرة، والصلاة بتخلي ربنا بيسمع أنين شعبه، يسمع أنين شعبه. وعشان كده يقول سمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم. فبالصلاة بتتفتح أبواب السماء، وكل ما كانت الصلاة حارة حارين في الروح، كل ما كانت استجابة السماء أقوى وأسرع. تعال شوف حاجة تانية، الآباء الرسل نفسهم كيف عوملوا في بداية المسيحية. تقريبا كلهم قتلوا بالسيف. أول واحد مد إيده على الآباء الرسل هو هيرودس، هيرودس أغريباس اللي هو يبقى جده هيرودس الكبير اللي كان في عهده اتولد السيد المسيح. ده هيرودس أغريباس. أول واحد اتقتل هو يعقوب ابن زبدي، وده قطع رقبته بالسيف. اللي هو رايح يتقطع رقبته بالسيف كان بيكلم العسكري اللي معاه أو المسؤول اللي معاه. النتيجة بتقول إيه؟ إنه آمن على يده وأخذ معاه إكليل الشهادة. وقبل ما ياخد إكليل الشهادة
بيقول انه قال يعقوب ابن زبدي سامحني، طلب منه السماح والحلم. ده اللي هو كان هيقطع راس يعقوب، اللي هو متولي على امر قطع راسه وتنفيذ الحكم. شوف مدى تأثير الوداعة حتى في اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان. فهنا في تأثير قوي كمان، لأن عمل الروح جوانا قوي، فبالتالي بينعكس على الآخرين. فالمهم مد إيده على يعقوب ابن زبدي، وفيما بعد مد إيده على يعقوب أخو الرب اللي هو أول أسقف لأورشليم، وده ترجم. ونلاحظ أن ده اتقطعت رقبته بالسيف ابن زبدي، لكن أخو الرب اترجم. يعقوب ابن زبدي تقريبا استشهد في حوالي سنة 44 ميلادية حسب أقوال المؤرخين. يعقوب أخو الرب كان تقريبا سنة 63 ميلادية، يعني بعده بحوالي 12 سنة تقريبا. ماذا كانت النتيجة؟ تعال نشوف هيرودس نفسه بقى اللي أمر بقتلهم مات إزاي. لما لبس الحلة الملوكية شكلها فضي، كانت بتنور في الشمس وفي النور، فالشعب بقى المتملقين قالوا هذا صوت إله وليس صوت إنسان، فتغر. ويبدو أن كلمة صوت إله ده هذا صوت إله عجبته، فقال سوء فيها ولم يعطي المجد لله. أنت مين أنت؟ ده أنت تراب في النهاية. عشان كده احنا تملي نفكر نفسنا أن احنا تراب في النهاية. فضربوا ملاك الرب ودود وهو قاعد على الكرسي، ومات بهذه الطريقة الشنيعة. حتى أن واحد مؤرخ يهودي زي يوسفوس المؤرخ بيقول كده في تاريخه أن خراب أورشليم كان عقابا من الله على قتل يعقوب أخو الرب، لأن كمان المسافة في الزمن كانت قريبة من 62 لحوالي 67 68 أو 70 ميلادية تقريبا، يعني حوالي 8 سنين. لأن الحصار أنا بقول قبلها، لأن الحصار ابتدى قبل 70 ميلادية، لكن الخراب تم على يد تيتو سنة 70 ميلادية. فقال إنه خراب أورشليم كان عقاب من الله بسبب قتل يعقوب أخو الرب. مين يقدر يخرب بلد غير ربنا لما توصل بقى في الشر إلى منتهى؟ ومين يقدر يدي العقوبات دي؟ ربنا. عشان كده احنا علينا ان احنا من ناحيتنا نسامح، نغفر، ونسيب لربنا الامر، هو لمولاه يسقط او يقوم. وقال كده ربنا، قال لي النقمة انا اجازي، يقول الرب لي النقمة. طب يا رب احنا نعمل ايه؟ قال انت مالكش دعوة، انت تسامح وبس، ما الله طمك على خدك الايمن حول له الاخر. عايز بس اعمل حتة على استفانوس تاني، على الشاب اللي كان واقف. لو احنا كده قلنا يا رب اللي قتل استفانوس يا رب يموت بالطريقة بقى البلدي بتاعتنا، يا رب انت بتمتقمش ليه؟ فربنا يرد علينا ويقول لي الله يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يا رب ما تموت شاول ده اللي كان واقف بيحرس الثياب. قال ده هذا اناء مختار لي خطة، انتم متعرفوش انا ببص لفين وبعمل ايه. تعال شوف شاول لما امن واعتمد، كانت النتيجة انه كرز تلتين العالم القديم لوحده، كتب لنا 14 رسالة من الرسائل اللي موجودة في الكتاب المقدس لوحده. وصلت بشراه إلى قيصر، وكان الولاه يقف قدامه وقلوله بقليل تقنعني أن أصير مسيحي. هو ده عمل ربنا. لكن لو احنا طلبنا الانتقام وطلبنا أن يموت، طب ما كان مات هالك. ده كده احنا مش ربحنا نفس للمسيح، ده احنا ربحنا تلتين العالم كله للمسيح. وده ورينا قد ايه انه حتى في كنيسة العهد الجديد اللي كانت ناشئة كان الله بيرعاها وايده قوية معاها، وهو كان في كل خطوة يقود. بس احنا نسيب ربنا يشتغل، لان في بداية حديثي بقول ان احنا لما نعتمد على فكرنا الخاص وعلى مشورتنا الخاصة، ربنا يرفع ايده ويقول خلاص خليهم، هم مش عايزيني، هم رفضوني. لا يا رب احنا مش رافضينك، احنا عايزينك وعايزين ايدك تظهر بوضوح، واحنا متكلين عليك بكل جوارحنا، ونحن امناء في اعمالنا وفي روحانيتنا ايضا وفي جهدنا الروحي معك. تمام. في النهاية يتسابونا الكلام مش بيخلص، ويمكن الضيقات لازم بتحل في كل وقت مع كل الاشخاص، كل واحد بصورة مختلفة. بيجيله ضيقة في مرض، بيجيله ضيقة في تجربة صعبة، بيجيله ضيقة في شغله، ولكن كلنا بنعدي بالضيقات وبنحاول. عايز أوقف معلش بعد إذن حضرتك، من غير الضيقات مش هنخش السماء. هو ده اللي أنا عايز أقوله بالضبط، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله.
وهو ده اللي من كل القصص اللي قاعدين بنحكيها النهاردة في حلقتنا بنشوف إن الله كان بيتدخل في وقت الضيق. أيوة. إنه كانوا بيشوفوا الله ويسمعوا صوت الله في وقت الضيق مش في وقت الفرج. أكيد. فالله بيشكلنا. ويمكن أرميا النبي في مش فاكر في صح كام لكن كان بيحكي عن الفخاري أو الفخاري إن هو بيصنع الإناء، الإناء دوت بيدخل النار، فالنار ديت لازم تبقى مظبوطة ولا هي عالية ولا هي واطية عشان الإناء ما يبص بالظبط. والفخاري برضو بيدوس على الإناء بإيديه بيشكله، فدي فيها حتة ألم للإناء أو يعني لينا احنا إن ربنا بيشكل حياتنا باللي هو شايفه صالح ليه. أكيد. بيدبر أمور حياتنا. أكيد. فالمهم إن احنا نقبل ده ونستوعب ده وندي فرصة إن احنا نسمع صوت الله، ولو عملنا كل الكلام ده هنحب الدقيقة. أكيد. احنا يا رب بنتقبل كل ما تسمح به، ونحن أولادك لا نخرج أبدا عن إرادتك ولا عن مشيئتك، ولتكن مشيئتك في إرادتنا وفي حياتنا في كل وقت. في النهاية تسابونا بنشكرك في نهاية حلقتنا. شكرا ربنا وليكم. في نهاية الحلقة أعزائي المشاهدين نشكر وتسابونا الأموس يوسف تدرس الحومي كاهن دير كوزمان ودميان في الجيزة، وزي ما بدأنا الحلقة وقلنا الدقيقة بتقربنا من الله، الدقيقة زي ما بيجي دقيقة بيجي فرج، بعد الليل في نهار، هو ده الكتاب المقدس بيعلمه لنا في حاجات كتيرة جدا. المهم ان احنا نعيش ونتعلم بآيات الكتاب المقدس. في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم، هو دي الكتاب المقدس اللي بيقوله، وكلام الله في الكتاب المقدس كلام حق وكلام صدق، وما نقدرش ابدا نقول انه مش مظبوط، والعكس ان احنا لازم نعيش بهذا الايمان ولازم نعيش بهذا الفكر. وفعلا لو وصلنا ان احنا نحس بالآيات دي ولو بآية واحدة ونعيش منهج حياتنا بالآية دي، هنحب ان احنا ندخل في ضيق، لان فعلا الضيق بيقربنا جدا من الله. الضيق هو اللي بيخلينا نجري نحتمي في حضن الله، وقد ايه هنحس حلاوة الله لما نحتمي في حضن، مش هنحتمي في حضن واحنا قاعدين في الواسع زي ما بيقولوا، لا، في وقت الضيق هنجري على الله. فياريت كل واحد يستغل أي دقيقة عنده مهما كانت صغيرة ويجري يحتمي في حضن الله عشان يحس بحلاوة الحضن ده، لأنه لو حس بحلاوته مش هيسيبه أبدا تاني. أعزائي المشاهدين نشكركم على متابعتكم لينا في حلقة النهاردة، ونستناكم في حلقة جاية من برنامج نبض الكنيسة.